في الحقيقة مفيش بيت دلوقتي مفيهوش طفل متعلق بفكرة السوشيال ميديا ومتعلق بالفيديوهات والصور وغيرها من كافة عناصر الإبهار والجذب اللي هتلاقيها على يوتيوب وعلى انستجرام. مع الوقت الطفل بيتحول معاه التليفون المحمول من مجرد متابعة وتفاعل لإدمان صريح، وده طبعا ليه تأثير مباشر على ذهنه وعلى كمان نفسيته. أعتقد التواصل المستمر اللي موجود طول الوقت، المحتوى المتنوع والمتاح على مختلف المنصات، ده بيؤدي لإدمان التليفون المحمول أو الموبايل، وكمان بيؤدي لإدمان السوشيال ميديا، وبيخلي فيه تشتيت كده عند الانتباه عند الأطفال، خصوصا أن الخبراء دايما بيقدموا نصايح لحماية الطفل من تأثير السوشيال ميديا السلبي، وبيقولوا أن من أهم النصايح دي هي تحديد الوقت. لازم نحدد وقت للطفل ساعة أو ساعتين بالكتير عشان يبقى مسموح ليهم فيهم إنهم يتابعوا ويتفاعلوا مع السوشيال ميديا. المشكلة بقى إن الساعة والساعتين دول بيتقلبوا طول اليوم. الأم لما بتبقى موجودة في البيت بتبقى فعلا محتاجة إنها تاخد نفسها، يا إما علشان تخلص شغل البيت، يا إما علشان تكون بتعمل حاجة تانية مع حد تاني من الولاد، أو لو هي في الشغل بتبقى مهتمة إنهم يبقوا ملهيين في حاجة ما يعملوش فيها مشاكل يا مصطفى، فتسيبهم على السوشيال ميديا. مش الأم بس، المسؤولية دي مشتركة بين الأم والأب، لأن الأب برضو بيرجع مصدع وتعبان وعايز يريح شوية أو عايز يتفرج على حاجة، فبيقول دايما المفضل خليه يمسك التليفون ولا خليه يتابع أي حاجة على اليوتيوب حتى لو على التلفزيون، بس يبعد عنه ويبطل دوشة ويبطل شقاوة. في الحقيقة يعني هي مش فكرة الساعة أو الساعتين، احنا كمان لو بنشوف المواقع دي هي كمان عملت زي ستوب ووتش أو يعني عد تنازلي، إن الطفل بياخد الوقت بتاعه وبينزل بيه لغاية لما بيعمل alert أو notification عند الأب والأم إن الوقت ده خلص. لو حتى بنتكلم على فكرة الساعة والساعتين في اليوم فده يعتبر شيء كويس، بس لازم كمان أشجع الطفل إن هو يمارس أنشطة تانية علشان ما يكونش تركيزه كله مع التليفون. يعني لازم نشجعه على القراءة، على ممارسة الرياضة، على وجود أصحاب وأصدقاء في حياته. لازم الطفل يختار اللعبة اللي بيحبها، لازم يبدأ تمارين فيها علشان ذهنه يبقى حاضر ونشيط، وبالتأكيد أيضا ده يعني هيفرق معاه كتير جدا في تركيزه في المدرسة وفي وجوده في مجتمع زي ما احنا يعني الجيل اللي قبليه نشأنا في مجتمعات فعلا كان فيها نوع من أنواع الترابط وكان فيها نوع من أنواع الوجود المجتمعي، بدل ما يبقى طول الوقت ماسكين يعني التليفونات وقاعدين على السوشيال ميديا. المشكلة إن في خط فاصل رفيع جدا بين التواجد على السوشيال ميديا وبين إن الولاد أصلا بقت طول الوقت التليفونات والتابلتس وغيرها في إيديهم. مش هننسى أبدا إن من ساعة جائحة كورونا والمنصات التعليمية كمان انتشرت بشدة وزادت بشدة، وبقى كتير من الولاد بيتابعوا دروسهم إما كانش في المدرسة بيبقى من خلال الدروس الإضافية والمنصات اللي بتقدمها مختلف الأماكن، وكمان طبعا التعليم اللي مش بتأخر فيه أبدا، فبنبقاش عارفين قوي نعمل كنترول ومبنبقاش عارفين قوي نتصرف مع الولاد، هم فعلا قاعدين بيذاكروا ولا هم قاعدين اسما انهم بيذاكروا لكن فعلا هم قاعدين فاتحين ويندو كده على الجنب بيتابعوا فيها كل الحاجات اللي هم بيعملوها. الالعاب التفاعليه، الالوان المبهره، كل دي حاجات بتخلي الاطفال من قبل ما بتتعلم القراءه والكتابه عندها قدره انها تتعامل مع التليفون وكانهم هم اللي مصنعينه. يعني احنا الاهالي لما بنجيب تليفون جديد بنقعد فتره كده على ما بنبقى عارفين نستخدم الايكونز بتاعت التليفون ولا نستخدم الاشكال المختلفه فيه، لكن الاطفال تلاقيهم تك 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 في ثانيه ظبط لك كل حاجه. فالنهارده هيكون معانا فقره عن ادمان السوشيال ميديا وتاثير السوشيال ميديا، ازاي نخلي ولادنا يتخلصوا من العاده دي، احنا نفسنا بقى عندنا كمان اقبال شديد على السوشيال ميديا ولا لا، هنعرف كل ده النهارده من خلال فقرتنا. بنصبح لحضراتكم مره تانيه، صباحكم زي الفل وصباح الخير يا مصر.